حول الوضع اللبناني ينضم معنا عبر الهاتف من باريس الكاتب والباحث السياسي الدكتور رامي الخليفة. أهلا بك دكتور رامي معنا. إذا انتفض الشارع اللبناني اليوم، وحوت هذه الانتفاضة مطالب عدة، ربما أبرزها وأساسها هو نزع سلاح من الميليشيات في بيروت. برأيك كيف سيتعامل النظام السياسي في لبنان مع هذا المطلب تحديدا؟ اهلا بكم، تحيه لك وللساده المشاهدين. باعتقادي بان حزب الله الذراع الايرانيه الموجوده في لبنان يحاول قدر الامكان اطاله امد الازمه ولا يرضخ لمطالب المتظاهرين ومطالب المحتجين الذين ادركوا بوعيهم السياسي ان الازمه المتمثله الان في لبنان متمثله في الهيمنه الايرانيه بوجود سلاح خارج اطار الدوله، بعدم ترسيخ مفهوم السياده الوطنيه للدوله اللبنانيه. وبالتالي ما حدث من تفجير يوم الثلاثاء الماضي في ميناء بيروت ما هو تعبير عن ذلك الفساد السياسي، عن ذلك الفساد المستشري في أجهزة وأوصال الدولة التي يسيطر عليها ميليشيات حزب الله. وبالتالي الآن هنالك وعي بأن أساس المشكلة هو وجود سلاح خارج الدولة، أساس المشكلة هو وجود ميليشيات لا تخضع لإرادة الدولة، لا بل تتجاوز قرارات الدولة إلى التدخل في شؤون المنطقة برمتها وإلى إشاعة حالة من عدم الاستقرار في دول كسوريا والعراق واليمن وغيرها. وبالتالي الآن إدراك بأن هذه الطبقة السياسية تمثل الفساد ولا بد من تجاوزه ولا بد من إعادة هيكلة النظام السياسي بما يسمح بعودة الهوية الوطنية وبعودة السيادة الوطنية واستبعاد كل الميليشيات التي يمكن أن تمثل تهديدا للأمن والاستقرار. أما حالة الفساد الموجودة الآن فهي تخدم تلك الميليشيات وتخدم ذراع إيران الموجود في المنطقة. نعم دكتور رامي، خرج قبل قليل حسان دياب وأكد بقائه في السلطة، هل يمكن لنا أن نعتبر بقاء حسان دياب في السلطة جزءا من المشكلة لا جزءا من الحل؟ أنت تحليلك دقيق إلى حد بعيد، باعتبار أن السيد حسان دياب الذي هو يرأس حكومة توصف بأنها حكومة حزب الله في نهاية المطاف، نعم، لأنها هي التي تحكم لبنان عمليا، وبالتالي بقاء هذه الحكومة يمثل جذر المشكلة. لابد من إعادة هيكلة النظام السياسي برمته وليس فقط الحكومة اللبنانية. الحقيقة أن محاولة شراء الوقت ومحاولة إطالة أمد الأزمة لا يعني ذلك حلا لها، بل يعني أن الأزمة سوف تستمر وسوف تظهر في مناحي أخرى. دعنا نشير إلى أنه حدثت هنالك احتجاجات وثورة ضد النظام السياسي برمته خلال في العام الماضي في 17 من تشرين الثاني، وحاول النظام السياسي امتصاص غضب الجمهور، امتصاص غضب المتظاهرين، ولكن ذلك لم يؤدي إلى شيء عمليا، وإنما أدى إلى عودة مرة أخرى لتلك الاحتجاجات. وإن لم ترضخ السلطة لمطالب المتظاهرين، وإن لم يقلع حزب الله عن السيطرة على البلاد ويجعل لبنان يسير على قدم واحدة، باعتقادي أن كل ذلك لن يفيد السلطة وسوف تعود تلك الاحتجاجات، لا بل سوف تستمر بزخم وغضب أكبر، لأن ما يحدث الآن أن هنالك تدمير للدولة اللبنانية، بدأ ذلك من ميناء بيروت ولكن يمتد إلى مناطق أخرى. الفساد ينخر في جسد الدولة وفي جسد مؤسسات السلطة، لذلك باعتقادي أن الشعب اللبناني أدرك بأن الأزمة في النظام السياسي ويجب إعادة هذا النظام السياسي مرة أخرى. بقاء الحكومة لن يفيد شيئا بل سوف يطيل أمد الأزمة ولن يحلها. نعم دكتور رامي، قبل لفت انتباهنا قبل فترة واليوم أيضا في هذه الاحتجاجات انتقادا واضح وقدح صريح لحزب الله من النشطين والإعلاميين اللبنانيين وأيضا الشارع اللبناني اليوم في احتجاجاته. هل أصبح الشارع اللبناني يعلم حقيقة هذا الحزب، وربما سنشهد في الأيام القادمة تغير في سياسة حزب الله على الشارع اللبناني؟ باعتقادي بان هنالك ادراك متزايد، لا بل ان معظم المجتمع اللبناني حتى المناطق التي تعتبر تاريخيا مؤيده لتلك الميليشيات الان تنتفض ضد هذا النظام. شهدنا ان هنالك مظاهرات على امتداد السنه الماضيه في مناطق كالنبطيه على سبيل المثال وفي مناطق في جنوب لبنان ضد ميليشيات حزب الله. هنالك ادراك بالشارع بمختلف طوائفه بان تلك الميليشيات انما تمثل خطر على الامن والاستقرار وخطر على المنطقه. كما تعلم فان لبنان الحقيقه يمثل مركزا سياحيا هاما، مركزا ماليا هاما، يعتمد على حياديته في القضايا المطروحه في المنطقه، لا يمكن ان يكون جزءا من المحور الايراني في المنطقه. ولكن حزب الله بغزوته وسيطرته على بيروت في العام 2008 وحتى الان يسيطر على مفاصل الدوله ويحاول جرجره لبنان نحو محور ايران في المنطقه، لكن ما الذي جرى ذلك على لبنان؟ انما جرى الفساد والمزيد من الازمات الاقتصاديه والاجتماعيه، انهيار في البنيه التحتيه، سوء في العلاقه ما بين لبنان ومحيطه الاقليمي وكذلك محيطه الدولي، عقوبات من المجتمع الدولي لمصارف ولمؤسسات
مؤسسات لبنانية لكونها قريبة وتتعامل مع حزب الله، وبالتالي حزب الله جزء أساسي، لا بل هو الجزء الأكبر من المشكلة الموجودة حاليا في لبنان على الأقل منذ عام 2008، وكل المنافذ البرية والبحرية والجوية يسيطر عليها حزب الله بما فيها الميناء، وبالتالي لا يمكن أن يتوقع أحد بأن ما حدث في ميناء بيروت والانفجار الضخم الذي حدث هنالك أن تكون أيادي حزب الله بعيدة عنه تماما، سواء كان حزب الله يعلم أو هو بالفعل من يخزن تلك المواد الخطرة على المدينة برمتها. لذلك باعتقادي أن هنالك وعي سياسي متطور بدأنا نلمسه بين أوساط المتظاهرين والمحتجين، يتمثل بإدراك أن أسس المشكلة وأساسها هو التدخلات الإيرانية، هو وجود ميليشيات تتبع للخارج لا تتبع للقرار الوطني، نتحدث عن ميليشيات حزب الله الإرهابية. شكرا جزيلا لك الباحث والكاتب السياسي الدكتور رامي الخليفة.